مستشفى 85 هي جزء من مستشفيات الحوادث والطوارئ في القصر العيني اللي هو مستشفتين. المستشفى دي هي المستشفى الجديده اللي فيهم، مستشفى مكونه من 8 ادوار، اتسمت 185 لان المفروض كان افتتاحها كان هيبقى مر على القصر العيني 185 سنه. المستشفى مكونه من 8 ادوار، الدور الثامن ده دور الحروق ورعايه الحروق، وموجود فيه كمان عمليات للحروق وهو احنا بصدد افتتاحه ان شاء الله باذن الله في مارس اللي جاي. الدور السابع هو الدور اللي برضه لسه ما اتفتحش، احنا هناخده من تحت لفوق اللي لسه ما اتفتحوش. الدور السابع لسه ما اتفتحش، هتبقى فيه موجود فيه رعايه للقلب وجراحه القلب وجراحه الاوعيه الدمويه. الادوار اللي تم افتتاحها على مرحلتين هما من اول الدور الاولاني لغايه الدور السادس، فيهم عمليات 6 غرف عمليات، فيهم رعاية للطوارئ والإصابات، هيبقى فيهم رعاية للصدرية ورعاية للقلب. في 3 أدوار افتتحوا بالفعل، طاقة 50 سرير، موجود فيهم الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة المسالك البولية. المستشفى طبعا شغال 24 ساعة، احنا أكبر مستشفى في جمهورية مصر العربية للحوادث والحروق، يبقى عندنا جهاز قسطرة شغال 24 ساعة، قسطرة للقلب ولجراحة الأوعية الدموية 24 ساعة، دي مش موجودة في أي حتة في مصر. هيبقى عندنا وحدة الحروق بالطاقة الاستيعابية دي وبكمية السراير الموجودة جواها وكمية سراير العمليات وكمان الرعاية دي برضو غير مسبوقة في مصر. هيبقى موجودة عندنا إن شاء الله بإذن الله في الدور السابع وحدة للإنعاش القلبي للأوعية الدموية وللقلب، برضو هي غير مسبوقة في جمهورية مصر العربية من حيث الأجهزة اللي موجودة جواها. تم تجهيزها على أعلى المعايير العالمية، الأجهزة اللي فيها أجهزة من أحدث الأجهزة اللي موجودة في مصر، يعني أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور والأجهزة دي كلها تقريبا ممكن ما تلاقيش في مستشفى تانية في مصر موجود فيها أجهزة بالمستوى ده. مستشفى 185 هي مستشفى جامعت ما بين الكفاءة الطبية العالية والخدمة الفندقية المعقولة شوية، والكلام ده كله ده من غير أي مجانا، من غير أي جنيه بيدفع هنا جوه المستشفى العام بيدفعه خالص. احنا من محافظة المنيا، وسمعنا الدكتور حولنا علينا قال لي يعني هتلاقوا رعاية هنا كويسة، وجينا هنا ولقينا رعاية فعلا والله كويسة، وهي كان عندها شرخة في المري هنا كده يعني عملية. عندي 3 خراج على الكلى، عملوا لي شفط مرة واثنين وثلاثة، كويسة والله ومعاملتهم جميلة خالص وكل حاجة حلوة فيها والله بصراحة، وفي اهتمام جامد، لا ما بدفعش أي حاجة. عدد المرضى المترددين يوميا بيفوق 450 مريض، 450 مريض دول بيتحجز منهم تقريبا يوميا ربعهم، يعني حوالي 100 مريض يوميا، كل ده بالمجان من غير اي حاجه خالص. التجهيزات اللي حضرتك هتشوفها في المبنى دي كلها بالمجان. في الوقت الحاضر احنا قادرين بشكل او باخر ان احنا نقدر نستوعب الطاقه دي وعدد المترددين. الحقيقه انه مع الافتتاحات الجديده ومع التوسعات الجديده هيبقى ان احنا نخلي المبنى ده ونخلي الخدمه دي بالشكل ده طول الوقت شيء صعب جدا جدا. طبعا احنا الدوله متكفله وزاره التعليم العالي، لان احنا جزء من وزاره التعليم العالي، احنا مستشفى جامعي جامعه القاهره، المستشفى بالايرادات بتاعتها بتحاول جاهده انها تعمل ده، لكن على المدى الطويل لا، احنا محتاجين طبعا مساعدات، محتاجين تبرعات علشان على الاقل خالص نخلي المستوى اللي حضرتك هتشوفه ده مستمر. أهلا بحضراتكم مرة تانية. وأكبر وأهم وأعرق مستشفى في مصر قصر العيني، المستشفى دي يعني في تقديري المتواضع أنه التركيز عليها ممكن يقدم نموذج براق جدا لإصلاح كل المنظومة الطبية في مصر إذا نجحنا في القصر العيني كبداية. وإحنا عندنا مشكلة في المستشفيات، بس ده رمز ممكن يبقى يشع على كل حواليه، خاصة أن هي المستشفى دي تبع كلية الطب قصر العيني، مستشفى تعليمي كبير تبع وزارة التعليم العالي بيديرها دلوقتي. يعني الحقيقة دكتور لديه طموح كبير جدا في تطويرها، هو الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب قصر العيني. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا. احنا شايفين حاجات كويسة، بس احنا عارفين انه كان في ألم طول الوقت في قصر العيني، يعني طول الوقت كان في مشاكل، طول الوقت كان في ناس بتشتكي، طول الوقت كان حتى الستاف نفسه بيشتكي من انه ما عندوش الإمكانيات انه يقدم الخدمة كاملة للناس. ازاي تشرح لنا وضع المستشفى زمان وضعها دلوقتي وانت عايزها تبقى ازاي؟ وضعها زمان ده قديم قوي، 190 سنة، انما القصر العيني اللي حضرتك شفته النهاردة ده عمره 90 سنة، وهو مبني عشان يعلم الدكاترة والتمريض وفي نفس الوقت يعالج الشعب الغير مقتدر.
طبعا ده الهدف الاساسي، ودي العقيده بتاعت المستشفى بتاعت القصر العيني، انه اي عيان بيجي القصر العيني ممنوع ان احنا نقول له لا ما فيش مكان، ودي مهمه قوي، مهمه قوي يا خالد بيه. انه ما انت ما تقدرش تقول له ما فيش، يعني احنا لازم تاخده، اتربينا كده ومن قبلينا وهتفضل بعدينا. اي عيان بيجي استقبال القصر العيني او عياده القصر العيني ولو لازم يخش المستشفى بيخش. طبعا ده بيؤدي لزحمه وتحميل كبير عليك وعلى الطقم جدا. يعني طبعا حضرتك عارف انه سمعه قصر العيني سمعه قويه كاطباء في مصر، الناس كلها بتحب تتعالج عند اساتذه قصر العيني، حتى اللي معاه فلوس بيروح يتعالج عندهم بفلوس، اللي معهوش فلوس بيجي قصر العيني نفسه. صحيح. فالناس كلها بتحاول تيجي عشان تتعالج، واحنا بنحاول على قد ما نقدر. احنا الطاقه بتاعتنا 5200 سرير. ده برضو عشان نقربها للناس، ده قد يعني 60 مره اي مستشفى خاصه من اللي بيشوفوه. 60 مره 60 مره ما شاء الله، 60 ضعف اي مستشفى خاصه من الكبار اللي بتسمع عنه. احنا بندخل 400,000 مواطن كل سنه بيخشوا جوه المستشفى يتعالجوا. حاليا دلوقتي بتاخد مننا حوالي 10 ايام على الدوره بتاعه السرير. يعني العيان عبال ما بيخش وبيطلع متعالج تاخد مننا 10 ايام. ده احنا عايزين ننزله لاربع ايام. وهو ده الهدف بتاعنا. بنفس الطاقه اللي موجود دلوقتي 5000 سرير، ولا انت عايز تتوسع يا دكتور فتحي؟ لا اتوسع ده موضوع تاني. انما احنا عايزين ال 5000 سرير بتوعنا اصولنا اللي البلد استثمرت في ال 190 سنه اللي فاتت فلوس فيها كتير. عايزين ال 5200 سرير دول بدل ما بيعالجوا 400,000 في السنه جوه المستشفى، لا يعالجوا مليون. فننزل من 10 ايام لاربعه. عشان اعمل كده لازم ازود جدا الاجهزه اللي عندي. لازم ادخل الكمبيوتر اي تي سيستمز بقوه، ولازم الستاف بتاع التمريض بتاعي على كفاءته وعلى عدده. الاطباء لازم يتعودوا على بروتوكولات ونظام موحد بحيث ان العيان بيخش على طول بيتحط في في السيستم. الكلام ده بس كله. الناس بتشتكي لك دلوقتي يعني رغم هذه النوايا الطيبه ورغم ان في جهد، اكيد اكيد مستشفى قصر العيني نموذج للزحمه، نموذج لان طبعًا. الناس واقفه، نموذج انه يتلبخ طبعا، مش كده ولا ايه؟ طبعا. طيب ده يعني محتاج فلوس طبعا. الدوله بتدينا ميزانيه. ميزانيه دي بتغطي من خلال وزاره التعليم العالي، من خلال وزاره التعليم العالي وجامعه القاهره طبعا، بتغطي حوالي 60% من احتياجات. وال 40% بتجيبوهم منين؟ حاليا ال 40% دول احنا بنعظم جدا دلوقتي الجزء بتاع العلاج الاقتصادي، احنا عندنا جزء 20% تقريبا من المستشفى علاج اقتصادي في شكل وحدات ذات طابع خاص. الجزء ده بنعظمه وبنحاول ان احنا نحسن كفاءته. تمام. عشان يصرف على المجاني. فده بيكون تقريبا دلوقتي 20% من اللي احنا بنحتاجه. وال 20% الاخرانيين حاليا بيجوا عن طريق الشعب المصري، المجتمع المدني. تبرعات. من خلال صندوق خاص لهذه التبرعات. احنا عندنا لجنه زكاه تبع بنك ناصر في مستشفى الطوارئ. وعندنا لجنه زكاه في مستشفى بوريش، وعندنا جمعيه اصدقاء بوريش قديمه جدا ولها شهره، وعندنا جمعيه اصدقاء قصر عيني، وعندنا مؤسسه جديده للطوارئ خيريه تبع التضامن الاجتماعي برضو للطوارئ، بس عشان المستشفى دي تفضل في حاله كويس. كل دي حتت مرتبطه بالقصر العيني من المجتمع المدني طبعا بتغذي ال. طب هل انت بتتفق معايا في انه وضعنا في المستشفيات صعب؟ وزير الصحه نفسه بيعترف وكل الناس بتقول لو احنا قدرنا ندخل في منظومه القصر العيني دي برؤيه مختلفه ونقدر نرجعه تاني لهذا المجد اللي كان فيه، مش ده ممكن يبقى نموذج كويس لكل المستشفيات؟ طبعا. هو طبعا احنا عملنا في السنتين اللي فاتوا دي طفره جامده جدا. يعني احنا كنا كلية الطب رقم 551 على العالم سنة 2014. احنا السنة دي 251. ما شاء الله. فاحنا قفزنا في سنتين 300 مركز على مستوى العالم. ووجودك في ال 300 الأوائل من كليات الطب العالم ده مركز جامد جدا. مفيش سابقنا في أفريقيا غير كيب تاون. وفي الدول العربية مفيش غير جامعة الملك سعود في الرياض. الباقي كله احنا معتعدين. تمام سابقين. فاحنا موجودين، يعني ما احناش مش موجودين، لكن احنا طبعا طموحاتنا اكتر من كده بكتير. طموحاتنا دي عشان تتحقق محتاجين زي ما حضرتك بتقول ان احنا نزود التمويل. والتمويل لازم يزيد عن طريق ان احنا نعمل زي ما العالم كله بيعمل.
التلاحم بين المجتمع المدني وبين المؤسسات اللي بتعمل خدمات تمام للمجتمع. يعني جامعات كبيره قوي غنيه قوي في العالم كلها معتمده على فاند ريزنج والكلام طبعا. فاحنا ابتدينا بقى لنا حوالي 3 4 اشهر اكيد حضرتك متابع. ابتدينا خلي بالك بقى ان دي تجربه يعني قد تكون يعني بدايه جديده ان مؤسسه او كليه حكوميه تبتدي يعني تفتح الباب ابتدت خش بتقلها في موضوع المجتمع المدني ومساعدته. واحنا مبسوطين يعني ما عندناش مانع انهم يجوا ما عندناش مانع انهم ينطقوا. ايوه بس انت النهارده وانت بتقول انا هدخل معايا المجتمع المدني انا عايز الناس تمد ايديها للقصر العيني اكيد انت مبلور يعني الناس دي عشان تتحرك لازم تثق في انه الاداره جوه ماشيه كويس. احنا عندنا يعني الناس بتروح ل 57 3 57 لان هما بيشوفوا منتج طبعا وشايفينه وشايفينه كويس ومشرف وكل حاجه ولا ايه؟ انا انت صورت النهارده السكتة الدماغية دي تبرع كل المعدات والمتبرع بتاعها راجل يعني جميل جدا مش راضي يذكر اسمه اتبرع بيها. دي حاجة مكلفة مبالغ كبيرة جدا ملايين الملايين يعني. ودلوقتي داخل معانا في مشروع تاني هتبرع بيه برضه كله لانه شاف قدامه. هات بتاعت السكتة الدماغية عشان انت بتعرض الأسرة بس يا أنس الحتة بتاعت السكتة لان برضه الصورة دي مهمة. سكتة دماغية دي واحدة مش موجودة في الشرق الأوسط كله. مسؤولة عن جلطات المخ. وفيها 36 سرير رعاية مركزة. فيها 16 جهاز تنفس صناعي أجدد أجهزة في العالم. يعني شركة كبيرة قوي اللي جايباهم لنا. ده كله كان تبرعات. احنا أولاً بيخشوا معانا بيشرفوا على كل حاجة. المتبرع. بحيث يبقى في شفافية في الإنفاق. إشراف كامل على الموضوع من أوله لآخره. بيستلموا معانا مع كليه هندسه طبعا كل دول بيشاركوا هو بيشوف كل حاجه قدامه. فاحنا كان زمان يقول لك ايه ده انت هتبرع الاصلي ما اعرفش هتروح فين فلوس. ما هو ده بقى لا. ده من الحاجات اللي ايه الصور السلبيه اللي كانت منتشره كانت موجوده زمان. انما دلوقتي لا يعني انت بتيجي تقول انا عايز اتبرع للجهاز الفلاني اللي في الحته الفلانيه. وبتحط الفلوس بتاعتك في ثمن الجهاز ده وبعد اما الجهاز ده بيجي حاجه بتيجي تشوفه تطمن انه شغال على العينين قدامك. وده كله بشفافيه مطلقه عندنا اداره كامله اسمها اداره تنميه الموارد. دي شغلتها. فيها اساتذه وفيها موظفين كبار. بتشتغل على النوع ده من الشغل انه تقدر تعوض ال 40% اللي هم بالظبط وتزود احنا نفسنا نزيد. طب نزود بقى انت في دماغك ايه؟ يعني انا دلوقتي يعني مبسوط انك معايا لعدة أسباب أهمها إن أنا بشوف إنه مستقبل لو أنا عملت نموذج لمستشفى زي دي جامعي يصل عالميا لمرتبة أكبر من كده وكان عندها قدرة تعالج ناس أكتر طبعا. ده هيدي أمل لكل الدنيا هتخليني بقى أنا في طنطا أروح مع المستشفى اللي في طنطا أنا في اسكندرية أروح مع اسكندرية وتوزع النموذج. فتحي خضير إيه اللي في دماغه تجاه هذا المستشفى؟ إحنا عملنا خطة من أول ما استلمنا ان احنا مقتنعين ان الطب الحديث كله بنسميه انتجريتد ميديسن يعني طب التخصصات كلها بتخش ببعضها مش كل واحد في جزيره لوحده. فقررنا ان احنا نقسم المستشفى بتاعتنا الجميله دي القديمه اللي بقى لها 90 سنه لمستشفيات سبيشاليزد هوسبيتالز تمام يعني حاجه للمخ والاعصاب حاجه للصدر والقلب حاجه للعظم والتجميل حاجه للحوادث ودي بقت موجوده مستشفى الطوارئ الامراض 85 الامراض النساء والولاده احنا ماشيين فيها بخطه ماشيه بانتظام شديد جدا. الرعايه المركزه دلوقتي بقت كلها اداره واحده يعني حاجه بتيجي بيبقى عارفين اني سرير في اني حته اللي فاضي للعيان بتاعك يخش عليه في المستشفى بحالها تمام. في نفس الوقت احنا عايزين نزود عدد الاجهزة اللي موجودة عندنا الخدمية زي اجهزة مثلا الاشعة تمام. انا محتاج ازود عدد اللي عندي 3 مرات. المعمل بتاعي جبنا اكبر معمل في العالم بيطلع النتائج في خلال ساعتين يعني المستشفى دي كلها تحاليلها ممكن تتعمل في ساعتين دلوقتي ان شاء الله. الجهاز بيركب اليومين دول. الأشعة محتاجة تزيد جدا. ده هيخليني زي ما قلت لحضرتك دورة العيان تقصر على السرير. وده أهم حاجة للبلد كلها. إن العيان اللي يخرج بسرعة ينتج. ما يبقاش بقى قاعد بالعشرة أيام ومستني دوره وحالته وحال
اوكي. اما بالنسبه بقى للويتنج ليست او قائمه الانتظار، المشكله الكبيره طبعا استراتيجيه، استراتيجيه. احنا محتاجين انه المنظومه بحالها بتاعت الصحه تتصلح كلها، يعني مش هتصلح غير يتصلح ولا إيه؟ لازم كله يتصلح سوا. ما اقدرش انا اصلح الويتنج ليست بتاعتي طول ما انا واحد من عشرة مثلا في البلد. ما تقدرش، لازم عشان يبقى في عندك اذرع تانية ومستشفيات تانية. طبعا احنا دلوقتي في 10-15 مستشفى كبار شايلين المساله. لكن مش طبعا في مش نافع لوحده، طبعا في ويتنج ليست في كل المستشفيات دي مش الاصعي بس. طبعا مفيش عين شمس ومنصوره واسكندريه وكل. فلازم نعمل منظومه متكامله. المنظومه المتكامله دي يعني هتتعمل قريب. لا انا حاسس انك انت وانت بتقول المنظومه وانت بتقول كله مع بعضه شويه ترددت يا دكتور فتحي. هناخد فاصل تشرب فيه شويه شاي ونرجع نكمل، لانه انا طبعا في كلام انه كان في كمان اتفاقيه لقرض سعودي ب 450 مليون ريال يتسدده على 20 سنه. ما اعرفش ده القرض ده هتاخدوه ولا السعوديه وقفته زي ما وقفوا البترول بتاع ارامكو، الله اعلم. هسالك بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل الفاصل كنت بسال الدكتور فتحي عن قرض قيمته كانت 420 مليون ريال من المملكه العربيه السعوديه، يعني حوالي 2 مليار يا دكتور فتحي. اولا هيجوا ولا مش هيجوا؟ قبل ما اسالك كنت هتعمل بيهم ايه؟ ما عندناش اي معلومه انهم مش هيجوا، يعني لغايه دلوقتي احنا الطرف المصري خلص الاجراءات كلها المصريه من ناحيه موافقات الوزارات ومجلس الشعب وكل الكلام ده خلص في نوفمبر. واحنا منتظرين يعني ربنا يسهل. الجانب السعودي ولا قصاد تيران وصرافير؟ لا يا فندم، لا 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 لا، يعني ده صندوق التنميه السعودي ده موضوع يعني تاني، يعني موضوع يعني ما هو كان برضو ارامكو كده، ارامكو كانت صندوق التنميه السعودي هو اللي هيمول لنا صفقه النفط. هل السعوديه دخلت ال 420 مليار مليون ريال ده ضمن برضو الزعل ولا ما جالناش معلومه بهذا؟ ما سالتش في مصر هنا ما بيقولولناش ان هو هيتلغي، ما بيقولوش كده. لا بس 2 مليار مبلغ ضخم، ولا ده مبلغ مناسب ليه؟ لا متقسم. يعني هل انت لما بتقول انا عايز المجتمع المدني يشاركني بتقول انا عايز 2 مليار بقى بديل مثلا لدول على سنين اطول؟ يعني هي كانت الفكره ان احنا في سنتين نكون عملنا الحلم بتاع الاصعيين 20-30. انما مفيش مشكله ان احنا نعمله بالتدريج. يعني انت كنت هتاخد 2 مليار تنفذ على طول كل اللي انت بتحلم بيه؟ كانت متقسمه رسمي يعني كانت متقسمه في الاتفاقيه انه 37% 36% منها انشاءات وبنيه تحتيه، 40% اجهزه طبيه، 18% المفروشات، وكنا هنغير الطاقه لطاقه شمسيه وطاقه من المخلفات بدل ما احنا بنعتمد على طاقه الكهرباء العاديه. تمام، تقلل شويه التكلفه. هو ده هي دي الاتفاقيه، كانت ال 2 مليار بس هم دول البنوده بتاعتها. كانوا مليار طبعا قبل، يعني انما دلوقتي بقوا 2 مليار سعر ال هم الحاجات دي كلها طبعا تنقل القصعي نقله رهيبه. هنعمل نفس النقله بس بالتدريج على قد اللي هنقدر. ده كده خد بالك المجتمع المدني دلوقتي المفترض يقف جنبك اكتر. بالظبط. ليه؟ لان هو كان في فلوس جايه. بالظبط. وبعدين يمكن اتحسبت على ذنب مش ذنبك، انما احنا يعني هل احنا نقدر نسدد يا جماعه ال 2 مليار دول مثلا على 5 سنين كويس مثلا؟ يعني 5-6 سنين هنبقى يعني مبسوطين. طب والله يعني تبقى حاجه كويسه. لا يعني مبلغ الحقيقه ضخم وربنا يكرم. بس انت قلت حته بقى عايز ايه؟ هنسيب القصر يعني على جنب واكلمك كواحد مطلع على واقع الصحه في مصر. انت قلت لي المنظومه. كلمني من وجهه نظر جراح كبير زي حضرتك وعميد كليه هي الاعرق في الشرق الاوسط. المنظومه دي محتاجه ايه بالظبط؟ محتاجه برضو؟ محتاجه لا محتاجه الاساس. انه احنا وزاره الصحه شغلتها الاساسيه في العالم كله هي وضع الخطط الاستراتيجيه والرقابه
والرقابة. تمام. نمرة ثلاثة الوقائي، جزء بتاع التطعيمات والجزء طبعا والوعي والتوعية والكلام. آه. والأخير في حالة إن حصل كارثة في أي زلزال لا قدر الله بيبقى عندهم خطة لهذا الكلام. تمام. الخدمات العلاجية مش الطبيعي في العالم إن وزارة الصحة تقوم بيها. إنها تدير المستشفيات. إنها تدير المستشفى. آه. مش ده الطبيعي. آه طب هنعمل الخصخصة يعني؟ لا. آه. لا 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 لا. آه. خالص. إحنا لازم ننشئ هيئات مستقلة يا فندم تابعة رئيس الوزراء. أو تابعة أكتر من كده. يعني أنت دلوقتي بس عشان أفهم حضرتك، دخول وزارة الصحة في إدارة المستشفيات خطأ. هتراقب ازاي؟ يعني ازاي حضرتك تبقى رقيبي وفي نفس الوقت مقدم الخدمة؟ آه. يا تبقى مقدم الخدمة ونعمل هيئة رقابية صحية مستقل. يا اما لا انا هبقى انا الرقيب زي العالم كله. وفي ناس تانية بيقدموا الخدمة. بالظبط. ناس ده حكومة برضه. حكومة بس هيئات تانية. غير خاضعة للوزارة. الوزارة رقيب. يعني دي الرقيب ده يعني هو اللي بيراقب الكل يقفل. واخد بالك ازاي؟ تمام. نيجي للتمويل. التمويل وانت بتقول ان دي مش خصخصه لكن هيئات تابعه للدوله برضه. طبعا. تمام. الرقيب والرقيب ده الوزاره. يجي بقى التمويل، لازم يبقى مستقل برضه. ما ينفعش مقدم الخدمه هو الممول هو الرقيب خالص. تمام. تمام. يعني انا اللي بدي الفلوس. وانا اللي بقدم الخدمه فباخد الفلوس. وانا اللي براقب على القصه دي كلها. صعب. مش ممكن. دي عايزه تعديل تشريعي؟ عايزه حزم التعديلات. اول خطوه فيها مش تعديل تشريعي لانه هو موجود في الدستور وموجود في القوانين. انما محتاج ديكليريشن، بيسموها ديكليريشن من مجلس الشعب. ان المنشات الطبيه اللي ملك الشعب ما تتباعش وما يتغيرش نشاطها. تمام. ونريح الشعب المصري. في ديكليريشن. تمام. وثيقه. تمام. ثم نبدا في تشجيع الهيئات بتاعتنا انها تعمل شركات خدمات طبيه. تبعها تبع الدوله. تدير المستشفيات منها. وزير الصحه بيقول انه اهم نقطه في موضوع اصلاح المنظومه الطبيه كلها هو اقرار قانون التامين الصحي. هل بتتفق معاه في الحكايه في المبادئ؟ امال ايه بتختلف في ايه؟ مين الممول؟ التامين الطبي يعني هيبقى فيه اشتراكات، والاشتراكات دي بدرجات على حسب فهمت منه. بس مين اللي يشرف على هذا التامين؟ تبع اني وزاره الاشراف؟ ايه الاشكاليه اللي عندك انها تبقى وزاره الصحه ولا وزاره غيرها؟ لو وزارة الصحة مش هتبقى بتدير مفيش مشكلة ان وزارة الصحة تراقب، انما الهيئة التمويل اللي هي التأمين الصحي هتبقى هيئة تمويل. هيئة التمويل مين المشرف؟ رئيس الوزراء، وزارة التضامن، في بلاد وزارة التضامن هي اللي بتشرف على صندوق التأمين العلاج زي التأمينات. ومش تأمينات والمعاشات تبع وزارة التضامن. ما هو التأمين الصحي ده صندوق برضه. صحيح صحيح. واخد بالك حاجة ازاي؟ هيبقى تبع مين؟ ما ينفعش في الآخر، خلينا بس نبقى، ما ينفعش في الآخر وزارة الصحة تبقى بتمول وبتراقب وبتقدم الخدمة. دي خلصنا. هي ده بقى القانون اللي والقانون في جوهر كده. جوهر اللي أنا بقوله ده يعزز ده. يعزز ده بس محتاج شوية تيونينج. محتاج شويه تيون. طب انت متصور ان تمويل منظومه التامين الطبي تيجي منين؟ يعني لو ما جاتش منين برضو انا يعني عندي اختلاف سنه في الـ ازاي نبتدي نطبقها. يعني بقى لنا سنين طويله بنتكلم على تطبيق، نبتدي بمحافظات معينه وبعدين نبتدي ننتشر على مستوى الجمهوريه. الطب ما بيتعاملش كده. الطب بيتعامل بمرض. فانا لازم ابتدي بالطوارئ الاول. طوارئ جمهوريه. مش طوارئ محافظات. طوارئ الجمهوريه كلها تبقى معايا كارت. تمام. انا دايما بضرب مثلا، ايام ما كنت في المنحه بتاعتي في امريكا تبع الحكومه المصري كانت بعتاني منحه تدريب، كان معايا كارت ب $50 في الشهر سنه 96 مغطيني طوارئ في امريكا. لا قدر الله حصل اي حاجه اي مستشفى تستقبلك.
تغطيه الطوارئ. الطوارئ بتمثل 50-60% من مشاكل الصحة في البلد. وهي دي اللي بتخبط العيلة خبطة جامدة. انه ما بيسبقاش مستعد. حصل حاجة هوب دخل طوارئ. ازمة قلبية، سكتة دماغية، حادثة عربية، طارئ. نغطي الطارئ. دي تبقى اول خطوة. اول خطوة. ونصلحها بنفس الطريقة مثلا اللي صلحنا بيها منظومة الاسعاف لوحدها. بالظبط. تمام. مع الوضع اللي هو الرقيب غير الممول غير مقدم الخدمة. لازم يحصل فصل ما بين منظومة عمرها ما هتصلح من غير لما التلاتة دول يتفصلوا عن بعض. تمام. كلهم يبقوا حكومة، أنا مش بعترض. أو يعني يبقوا كلهم تبع الدولة. بس يبصوا على بعض. تمام. طيب احنا بنشوف مستشفيات بقى خاصة بتصرف فيها فلوس كتير جدا، هل برضو منظومة المستشفيات الخاصة في مصر منظومة متوافقة مع طموحنا في التطوير الطبي؟ لا. ولا لا طبعا. ليه؟ الرقيب برضو. رجعنا تاني، ما هو مفروض وزارة الصحة هي الرقيب على القطاع الخاص. العلاج الحر. تمام. هو المفروض مسؤول عن ان هو يخش مستشفى قطاع خاص ويقول ايه اخبارها. ففي الاخر الوزارة عندها مهمة مهمة جدا هي الرقابة. هذه هذا الدور ما بتتعملش. بيتعمل بس مش بالكفاءة المطلوبة، لانك بتقدم الخدمة. فانت هتلعب اني دور؟ هتلعب اني دور. طيب اخيرا ماذا تقول للبرلمان في هذا الشأن؟ يعني احتياجك للبرلمان صاحب التشريع والحزمة دي لازم تطلع. يعني هم عزموني مشكورين لجنة الصحة، وقعدت معهم 3 ساعات وقدمنا رؤية للمنظومة الصحة. والموضوع ما هواش محتاج تمويل فلوس كبير قوي زي ما الناس بتخيل. الموضوع محتاج نظبط الدنيا. يعني مين اللي هيراقب؟ مين اللي هيمول؟ مين اللي هيقدم الخدمة؟ الدواء له ناسه. قصة تانية. له ناسه. برقبته برضه، بطريقته وبرضه. اللي بيعمل الدواء مش هو اللي يراقب، واللي يراقب مش ما يعملش الدواء. ده رايك ازاي؟ ده انت لازم فصل بين السلطات يا فندم. هي العالم كله ومصر كده في حاجات تانية. الطب اتاخر شويه، يعني حضرتك البنوك عليها رقابه من حته كام، لكن الطب ما عليهوش نفس الرقابه. الصحه اتاخرت شويه في موضوع الرقابه. احنا قطاع اتاخر، والتربيه والتعليم. طب نتمنى ان مستشفى القصر العيني بعد ما المشروعات الطموحه دي يعني تتنفذ تقدم لنا النموذج اللي احنا عايزينه. ولما جوش 420 مليون ريال ان شاء الله المصريين والله يعني يقفوا جنب هذا المستشفى. الشهر اللي في الشهرين اللي فاتوا المصريين ضربوا لنا مثلا احنا ما كناش متخيلينه في كم التبرعات اللي حصلت في فتره قصيره. ان شاء الله يا رب بخير، ونتمنى للمستشفى كل التوفيق، لانها مش بس صرح علاجي لكنها رمز الحقيقه مصري مهم جدا في الانجاز. 190 سنه حضارة طبية. بشكرك دكتور فتحي خضير، شكرا جزيلا على وجودك معايا. بشكركم جدا جدا، واشوفكم الاسبوع الجاي. تصبحوا على خير.